مساء الخير ومرحبا بكل مشاهدي شاشة قناة الشروق في فترة رياضية مفتوحة جديدة في أيام العيد السعيد اللي بيتمنى دايما أنه هو يكون فيه الفرح وفيه التوقيعات الممهورة بأمنيات وآمال وأحلام لمستقبل الأيام. نسعد جدا أنه اليوم نكون في واحدة من المؤسسات الرياضية الكبيرة والعريقة ونستضيف معنا أقطاب هذه المؤسسة الرياضية الكبيرة نادي الهلال الله الوطن الهلال، ونسعد جدا من يكون موجودين معنا هلالاب خلص وغيورين على هذا الكيان الكبير. نحن بنسعد أن يكون معنا الأستاذ محمد حمد البلولة عضو مجلس نادي الهلال الأسبق وواحد من الأقطاب الرياضية الكبيرة. مساء الخير وكل سنة وإنت بألف خير. مساء النور أختي إسراء، وفي الأول نقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول لمشاهدي القناة الجميلة الشروق كل سنة وأنتم طيبين، وأخي وصديقي هشام وابني هشام محمد أحمد نائب الأمين العام، هو نائب الأمين العام وورث هذه الموقع مني أنا قبل كم مرة طويلة. كنت في ست سنوات؟ أنا كنت نائب الأمين العام ست مرات في الهلال. أنا اشتغلت في 8 مجالس. نعم. يعني يمكن لو عملتي إحصائية كده ويعني ربنا يدي العافية كل الناس، أنا أكثر زول عملت بعدد السنين والدورات في الهلال، أنا أقول أفتخر بأني أنا أكثر من عملت في الهلال. هشام برضو واحد من الهلالاب الخلص زي ما قلنا في بداية كلامنا. هشام مرحب بك والعيد مبارك علينا وعليك. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بك أخت إسراء، ومرحب بكل السادة المشاهدين داخل وخارج السودان، وننتهز هذه الفرصة ونهنيهم بحلول عيد الأضحى المبارك، وعضه الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى بلادنا بالخير والنماء. وأحيي أستاذي محمد أحمد البلولة، يعني هذا الرجل الأخ الأكبر، علاقة بتاعت سنين طويلة جدا جدا وما زالت موجودة وستظل بإذن الله تعالى. ربنا يطول لنا في عمره ويديه الصحة والعافية إن شاء الله. ربنا يديم المعروف بين كل الأوساط الرياضية. سيد البلول، الانتماء الكبير للهلال ده أكيد كان عنده بداية، كيف بدأت قصة العشق مع الهلال؟ شوف يا إسراء، نحن أولاد درمان نسكن في حي الهاشماب. أيوة. طيب حي الهاشماب ده حي عريق طبعا، حي عريق جدا، لكن طبعا كثير قد يكون كثير من المشاهدين لا يعلم أين يقع حتى حي الهاشماب في أم درمان. أنا حقول المعالم اللي حوله عشان الناس تقع لهم الحتة اللي فيها نادي الهاشماب، حي الهاشماب، طار رياض أم درمان. ممكن يبقى في مقبل الأيام نادي لو بنادي هسه في موجود نادي هاي دار رياض أم درمان، طبعا صرح تاريخي أثري ورياضي كبير جدا، هي أساسا كانت طبعا بيت الأمانة، يعني مصلحة المخازن والمهمات أيام المهدية، تحولت بعد المهدية إلى دار رياض أم درمان. حي الهشماب يقع في الجانب الغربي من دار رياضة، طبعا في شارع الموردة بيفصل دار رياضة من حي الهشماب. نحن من يعني حينا ده فاتح طوالي على أبواب دار رياضة، يمكن ده يكون أول علاقة بالرياضة عموما والكورة. الشيء الأكبر الربطني أنا بالهلال هو صديق منزول، طبعا أعظم لاعبي الهلال وتاريخا ولعبا وانضباطا وكل شيء. تاريخ الهلال الحديث ارتبط بتاريخ باسم صديق منزول، الأمير واللواء ألقاب كثيرة جدا. صديق منزول يسكن في نفس الحي معانا، ويمكن يكون يعني جارنا طوال، فنحن صغار يعني نحن في أطفال بنكون مستنيين صديق منزول ده، ما كان بيمشي نادي يلبس، أنا بس جالس من جنب رياضي يعني، والله كان عنده شخصية متفردة كده يعني، كان بيطلع من بيلبس من البيت، عم سباعي الله يرحمه كان بيجيب له اللبس بتاعه في البيت، فنحن من الساعة كورة كانت بالعصر طبعا في دار رياض أم درمان، تلقاني نحن من الساعة 3:30 كلنا قاعدين في عتبة بيته مستنيين صديق منزول لما يطلع يمشي دار رياضة، لما يطلع بنوديه بسيرة خيالي، والسيرة دي كان فيها أغنيات جميلة جدا. كان شنو فيها من الأغنيات؟ والله الزمن طال، لكن
صديق منزول ايوه فوق الرسول ايوه كلام زي ده كده جميل جدا على النغمات دي ونصفي لغايه ما تودوه حد ونوصل للرياضه قدام. فتخيلي ده دي بدايتنا في الهلال حب صديق منزول القاعد معانا في الحله وبيقعد معانا بيعزمنا الهلال كل لاعب ويغلب ولا بتاع بيجي يعزمنا كل اطفال الحي. بيعزمكم شنو كان الوقت ذاك؟ بيعزمكم شنو؟ عشاء فول في الدكان شهير جدا دكان حاج علي ودكان حامد وكذا. ده كان فيه فول مظبط جدا كل اطفال الحله ديل بين عمر 7 سنين وستة سنين وخمسة سنين ديل بيتلموا صديق وبعدها كمان كوب من الليمون البارد يعني. فالمهم ده يعني ده تاريخ جميل ربطنا شو نحن بدينا مع الهلال باعظم شخصيات الهلال. أيوة. هو اللي حببتنا بالهلال يعني. دي كانت البدايه. دي كانت بالنسبه البداية. لسيد هشام انت توجدت في الهلال في بدايه التسعينات، لكن قبل كده يا هشام انت كنت وين؟ وافد. ابدا احنا لازم دربان منحازين جدا للقصه دي يعني. واحنا ناس الخرطوم طبعا. ناس الخرطوم. اي نعم. وابدا يعني يمكن انا نشات الحمد لله في اسره معظمها هلالاب يعني. حتى مرتضى؟ ما بس معظمها ما عدا هو. فيعني كان الانجذاب اكثر حول هذا العشق الكبير. ولقينا نفسنا كده هلال من احنا صغار بنمشي وبنخش الاستاد وحتى معظم النجوم اللي هسه كانوا موجودين بيلعبوا يعني. زي منو؟ يعني يمكن زغبير، شوقي، فوزي، عبد الله موسى، يعني قبل عز الدين، علي جاجرين، اسماء كثيره جدا جدا. كانت لما تقول عز الدين تسكت. عز الدين كابتن عز الدين عثمان احمد كويس. لك برضه تقول عز الدين الدحيش لانه كويس. هلاليا ما في اللي بيعرف عز الدين عثمان احمد، بيعرف عز الدين الدحيش. ايوه. فيعني نشأنا في 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 في, في في حب الهلال والحمد لله واصلنا فيه لحد وسنظل باذن الله تعالى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نحن حنواصل في الانتماء والعشق الهلالي ده. نحن حنبدا اولى اغنياتنا ومشوارنا معاكم باغنيه للفنان عاصم البنا، من بعدها نرجع نشوف تفاصيل حلقه اليوم من فترتنا الرياضيه المفتوحه. ما بنفرح بدونك، كيف نقدر بدونك؟ بريدك والله بريد جنونك. نقدر بدونك بريدك أنا والله بريد جنونك. يا نون الزهير يا عقد الجواهر، يا نور الزهير سكونك. أريدك أريدك والله بريد جنونك. مرة تعال معايا حقق العيون كريدك وما بريد جنونك.
والله برير جنون. عارفك ما بتجابي قلبي طبوابي، عارفك ما بتجابي قلبي طبوابي، شوف لين الورابي لنرحل لسكونك، أريدك أريدك والله بريد جنونك. صيد البراري يلبي حالي داري، ما بتقصد وداري بحلف بعيونك، أريدك 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 والله بريد جنونك. ريد عيونك والبهجة لونك، سبب الريد عيونك والبهجة لونك. نفس الإيقاعات، إيقاعات الفرح، بنرجع من جديد ونكمل فترتنا الرياضية المفتوحة في أيام العيد السعيدة على قناة الشروق بضيوفنا سيد البلول وسيد هشام. سيد هشام، إحنا كنا بنتكلم عن الانتماء وكيفية حبك وعشقك وحبك بالفطرة اللي جاء للهلال، لكن الناس بتقول والله سيد هشام دايما بفضل أنه يحب الهلال بعيدا عن مجلس إدارة نادي الهلال ويخدم الهلال ككيان. يعني كلام صح. الهلال هو في الآخر هو انتماء وهو عشق. أي زول يعني الهلال الليلة ما بيخدمه فقط مجلس إدارته، الهلال جمهور ممتد على كل بقاع العالم، سواء كان من روابط برة داخلية وخارجية ومشجعين وكده. لكن فضلت على الأقل التدرج مهم جدا. ما تجد نفسك أنك أنت مثلا في 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 قمه بتاعت مجلس اداره دون ان تتدرج في العمل العام. والعمل العام في الهلال انا بفتكر انه الناس اللي بيشتغلوا في الانديه مثلا الاخ بلوله نادي الهاشم ابو تدرج لحد ما وصل، يعني اشتغل في محلات كثيره جدا، يعني حتى السي في بتاعته ذاتها ما شاء الله زاخره. ف التدرج مهم جدا. يعني احنا بصناها الهلال، اللجنه الاولمبيه السودانيه، اتحاد كرة القدم السوداني، أنا ما سوى كنت أنا بفكرة اتحاد العام بتاع السلة وانديه في يوم من الأيام. يعني التدرج مهم حتى بعد تصل للمرحلة بتاعتي أنك أنت تصل لعضوية مجلس الإدارة وتسهم مع المجموعة الموجودة على الأقل لتطوير العمل الإداري في الهلال وللرؤى الجديدة، وفي الآخر بينعكس على الرياضة عموما في
في في في, في السودان، فهذا كان الهدف. طيب الشكل الفهم الموجود الان عند سيد هشام موجود عند كثير جدا من الاداريين في كل المؤسسات الرياضيه من غير منسن، بمعنى انه بيكون ما في التدرج الطبيعي اللي انت تكلمت عنه ده، فده بخلي الاداري شخصيته ما مصقوله في العمل الاداري، وبالتالي بياثر على كميه وحزمه من القرارات اللي ممكن تكون مربوطه بالمؤسسه الرياضيه. ديفينتلي قد يؤثر، بياثر، لكن في الاخر طبعا زي الانسان اللي بيجي متعلم وزي الزول اللي بيجي بدا يا دوب داير يتعلم، اكيد في فريق. فلكن سبحان الله مع مرور الزمن حتى الزول اللي قلنا جاء جديد ده يعني يمكن بعد ما ياخذ فتره طويله بينغمس وبيفهم كل مره، حتى في من خلال وجوده في مجلس الاداره، من خلال حتى النقاش، يعني بيصل سريع جدا جدا لانه يقدر يواكب ويقدر يتعلم ويقدر يقول ويقدر يسهم مع الناس الموجودين. لكن العمل دائما في المؤسسه. بعدين يعني الاهم انك انت تطلع، يعني الرياضة دي ما فيها قانون وفيها لوائح وفيها نظام أساسي وفيها، أهم حاجة أنك تقرأ. أقرأ عشان مع قرايتك دي تمزجها قراية بتطور تستفيد منها على الأقل، مش لما أنت قمت تجيك معضلة ولا تجيك حاجة تقوم تمشي يقول لك والله حسب منطقة المادة، أنت ممكن تكون عارف المادة دي بتقول في شنو. أهم أنك أنت تكون مطلع عارف عشان على الأقل تقدر تبني لقدام. نحن تكلمنا عن الإداري وما بنتكلم عن الهلالة يا سيد بلولة إلا بنتكلم عن واحد من الإداريين الأفزاز، رئيس الرؤساء طيب عبد الله، وانت اشتغلت معه في فترة ما، هو واحد من الإداريين اللي دايما الوسط الرياضي بيشير لهم بالبنان، يعني في نجاح عملية الإدارة اللي كانت في فترته. والله أنا بحتاج في واحد من قلة، يعني كان حظهم كبير جدا أنه أنت تلمزوا واشتغلوا مع زعيم أمة الهلال طيب الذكر الطيب عبد الله. وأنا كان من حظي الشديد أنه بداية عملي في الهلال، يعني أول مجلس اشتغلت فيه سنة 77 كان رئيس طيب عبد الله، واشتغلت معه في أكثر من شام ذكرني والله أظن ثلاثة مجالس طيب عبد الله رئيس وأنا عضو فيها، لا مستشار كمان، وفي واحد منهم كان كنت انا مستشار المجلس الرئيس الطيب عبد الله. نعم. فالطيب عبد الله كان بيتمتع بخصال يندر ان تجد الان. زي شنو؟ اول حاجه طبعا هو رجل دوله، هو اداري حصيب جدا، اداري على مستوى حكومه السودان ايام كانت الخدمه المدنيه في السودان هي بؤره العمل الاداري والقيم، قيمة الإدارة كلها تتعلموها الناس من منو؟ من الإنجليز. يعني الإنجليز صح استعمرونا، لكن برضو كان لهم يعني أثر كبير جدا في غرس مبادئ وأطر العمل الإداري في السودان. طيب عبد الله كان لمعلومتك يا إسراء كان مساعد أو نائب وكيل الداخلية، كان نائب وكيل الداخلية، وتدرج في دي من مفتش مركز ل يعني تكي واحد من المديريات دي، هو اشتغل الميم، اشتغل في العمل الاداري الحكومي الصعب ده، سلحوا طبعا بالاضافه ل يعني اكاديميا هو خريج جامعه الخرطوم، من الخريجين الاوائل يعني غردون، ايوه لا ما غردون، جامعه الخرطوم هو بيتزا جامعه الخرطوم. المهم ف المكونات دي الجبال تبع عبد الله يشتغل في الهلال خلقت هذه الشخصية الأسطورية. بعدين طلع عبد الله ما جاء طوالي رئيس، طلع عبد الله ما جاء رئيس برضه، هو اشتغل مع أفزاز من الإداريين السبقوه، يعني اشتغل نائب سكرتير وسكرتير وعضو قد يكون عادي في المجلس، تدرج في العمل في الهلال حتى تسلح بكل هذه الخبرات وهذه التجارب وإمكاناته الشخصية الذاتية، كونت منه زعيم أمة الهلال الطيب عبد الله. طيب عبد الله في تعامله معانا نحن كتلامذته، يعني كنا أعضاء في المجلس معاه، كنت أنت تحس بأنك أنت كل ما تقعد مع الطيب عبد الله، لو وطبعا كان رأي كريم ومضياف بيته مفتوح 24 ساعة
والله لا يعرف كبير ولا يعرف صغير، اصغر زول في الهلال واجعل زول في الهلال طبعا بطل بيعاملوا نفس المعامله. يجوا البيت وياكلوا ويشربوا ويقيلوا ويقعدوا ما شاء الله ما شاء الله لهم. فطبعا بطل كان يعني انا يعني دي الحاله لاحظتها انه عنده قدره على الاستماع والانصات لكل من له راي. ما بعرف الزول دمنه ولا بقيسه بتعليمه ولا مكانته الاجتماعيه ولا اصله ولا فصله، لا بعني لك هلالابي قلبه على الهلال عنده راي دار يقوله له. والطبيب يديك الاحساس، يدي الراي اللي بتتكلم معاه ده يدي الاحساس انه هو او حاجه عم بيستمع له جيدا، لكن بيدي الاحساس بانه رايه ده عنده قيمه عنده. كون يعمل بيه يقتنع بيه ما يقتنع بيه ده بعدين بتجي في تقييمه الشخصي من خلاله. ودي واحده من مواصفات الاداري. ايوه ايوه، حتى نحن في المجلس، حتى نحن في المجلس يعني طيب عبد الله ده يستمع لي. انا واحد من الناس كنت مجنن وجن يعني جد والله يعني نشات وننظم كورك وبتاع هناك، هو بس خد في يده كده ويسمعنا. وفي الاخر هو ما بقول القرار انا عاوز اعمله كده، لكن هو بيستلهم القرار ده من الناس وبعده هو بيتبناه. وعنده ميزه، هو بيعرف يصدر القرار في اللحظه المناسبه ويعرف يحمي القرار. طب عبد الله من الرؤى يعني دي حاجه نادره جدا انا بقولها على مستوى الاشاد. نادر ما تلقى الليلة الرئيس يتحمل مسؤوليه قرار ومش يتحمل مسؤوليه القرار ويعمل على حمايته بكل السبل اعلاميا اداريا بكل شيء. فطبعا عبد الله كان شخصيه متفرده. انا لو قعدت الحلقه دي ما حتكفي كلامي عن الطيب عبد الله. انا بس بقدر المي وحزني اني انا فقدت الطيب عبد الله، بقدر سعادتي انه انا من حسن حظي انا لما جيت الهلال قلت الطيب عبد الله. وبرده هشام لاقاه، سيد هشام لاقاه، وعلى ذكر القرارات هو دعم واحده من القرارات المهمه جدا، فكلمنا عنها، كانت انسحاب للهلال. ربنا يرحمه زعيم امه الهلال طيب الذكر الطيب عبد الله ويجعل مساواه الجنة، وننتهز الفرصة دي ونبارك لأسرته العيد، ربنا يعود عليهم بكل خير. حقيقة هم لحد قبل في رمضان بيت الهلال ويستل البيت مفتوح للهلال، فمن هنا بنحييهم ونسأل الله أنه ربنا يتغمد عمنا الطيب بواسع رحمته ويلهمنا الصبر الجميل اللي فقده. وزي ما قال الأخ البلولة إنه أحمد الله إنه أنا كنت واحد من الناس لما جيت الهلال وتعينت في الهلال كان رئيس الهلال الطيب عبد الله. شخصية طبعا زي ما قلنا ما بنقدر نتكلم فيها ولا يعني محتاجين الناس لأيام. شخصية فذة، شخصية قوية جدا جدا، مرنة، يحترم الكبير قبل الصغير، مضياف، كريم، قوي. من ضمن القرارات انا اتذكر يمكن الاخ بلولة ذاته كان معانا في دوره الصداقه في ابها. كان معانا ولا انت كنت انت معانا؟ انت كنت من اتحاد الخرطوم يا محمد احمد البلولة. لا انا كنت في الهلال. لا كنت في البعثة. انا من البريف. وانا كنت معاهم. لا انت كنت الوقت ده في اتحاد الخرطوم، الاتحاد الزمن ده كان خلاص كوي. انت غلطتني، انا ما بغلط. انا بغلط. لا انا يعني الاتحاد كان بكل مره بودي كنت انت، انا متاكد. ف يعني من ضمن الاشياء يمكن بلولة بيتذكرها معي لعبنا كوره مع الهلال السعودي وماتش كان قوي جدا، كان فيه حكم اسمه عمر المهنة ظلم الهلال يعني. أيوة. يعني كان ظلم باين واضح وكانت حاجه مسيئه ذات يعني ما مباراه في كره القدم. فكنا زعلانين جدا جدا بعد ما انتهت المباراه وكده. فالبعثه الاداريه طوالي قامت، طبعا الزمن ذاك الاتصالات شويه كان فيها ما سهله زي هسه. قلنا طيب عبد الله انه والله القرار اللي وصلت له البعثه انه احنا نسحب الهلال. قال لكم شنو؟ فوالله بالحرف الواحد قال رئيس الهلال هناك انتم معنا. فتحملت ترك لكم قرايه الموقف. نعم نعم، والحمد لله رب العالمين. يمكن الناس موجوده كلها أخذت القرار اللي بيحفظ للهلال هيبته ومكانته. ويمكن أظن هذه آخر بطولة تاني ما أظن ما شينا شاركنا فيها. حتى
برضو تحضرني ولا لا لا دي بعدها دي بعدها ان شاء الله دي بعدها عشان ما تتغلط الدنيا عيب. اتفضل سيدي. لا لا ما غلطت وما اصر على رايه، اذا لم يطيع على رايه في حاجه حقتك انت تسكت. لا انا بصر. ما هي في مرونه. انا 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 عاوز اقول المشهد الثاني اقوى من ده. ما ده دي كانت بحته موجوده في الخارج ومجلس الاداره قاعد في السودان. نعم. والطيب عبد الله اتصل بينا انا ولا من البرير باعتبار انه هو ترك لنا انه ناخذ القرار اللي بنراه يعني، واخذنا القرار ودي يعني دوري انه المؤسسيه ذات. نعم. احترام البحث الموجوده اللي عندها رئاسه موجوده، لكن انا على اديك موقف ثاني اصعب من ده ومشهود، هو مباراه الترجي. صحيح. مباراه الساعه 2 ظهر. ايوه. طيب ده كان المجلس اللي كنت انا قبيل زي ما هشام قال لك انا كنت مستشار المجلس. طيب. عبد الله كان رئيس، انا ما كنت عضو لكن كنت انا مدير كوره فيها كره الترجي. كره الترجي انا مدير كوره قاعد في البيت. انا 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 كنت المستشار بتاع المجلس. فالكوره الاولى كانت في تونس، الهلال اتغلب 5. نعم. طبعا نتيجه كبيره. والكوره الثانيه هنا طبعا متخيل الحاله النفسيه والعامه والجرائد وكل شيء، انه الهلال طار واتبهدل وحيتبهدل زياده وكلام فيه. فانا كنت قاعد مع الطيب وبرضه بكل هدوء ذاك قال لي يا بلولا انت الاتحاد الافريقي ده بيدينا فرصه نلعب الكوره بالعصر. قلت له بدي فرصه نلعب بالعصر؟ قال لي بالعصر بس. قلت له اسمع اوريك كلام، في القانون الدولي بيقول انك انت ممكن تلعب من الساعه 12 للساعه 12 يعني 112 بالظهر لحد 12 لحد 12 بالليل، ده حقك انت في حسب توقيتك المحلي تلعب، لانه دي الميزه اللي بيديك لها القانون، انت الكوره بارضك تلعب كده في اي وقت على خلفيتك برايتك بالقوانين. ايوه. هو كان يثق فيني جدا الحمد لله، وانا كنت يعني دي سعيد بها وقوتني جدا. فالمين شاورني كده قال لي امشي كده راجع الحته دي وتعال لي ثاني. مشيت رجعت القوانين كلها، واتذكر اتصلت به طبعا برضه صديقنا كلنا كما الشداد قال رئيس الاتحاد. فقلت مشيت لي يا دكتور كما الشداد لك سؤال، انا حسب فهمي وقرايتي للقوانين دي كده، لكن انت افهم مني واعلم. فكده وريني الهلال ممكن يلعب من الساعه كم للساعه كم؟ قال لي ما قريت. طبعا هو قال لي وما متخيل احنا لابدين في قرار زي ده. فالمهم بعد ما اطمأنيت جيت للطيب قلت له طيب كان اللي قلت لك تاكدت منه وازيدك علم، لانه بيثق في جداد جدا خالص حبه جدا وحبه جدا وحبه بعض خالص. وقلت يا اخي انا مشيت لك شداد عديل سالته. قال لي خلاص اوكي. قلت له طيب انت كلامك ده لو انا استشفيته انت عاوز تلعب في توقيت غريب؟ قال لي طبعا مش ناكم لعبونا في البرد، هم حقيقه كان طبعا تو بارده بارده. ايوه هم بيلعبوا بالعصر اساسا، اللعبه ديك لعبوها بالليل عشان عارفين ان السعوديين ما بيتحملوا البرد. فقال لي اختار مصيرك تنجرح بالسلاح البيه مره جرحتني. طلعوا لي مثل باغنيه شو برضه اسمه الطيب عبد الله الفنان يعني. قال لي شو ريح اغنيه الطيب عبد الله الفنان وقال مصيرك تنجرح بالسلاح البيه مره جرحتني، نحن نجرحهم بالسلاح المره جرحونا، نحن نلعب الساعه واحده. وبعدين قلت له طيب تعال لسه كان بيني وبينه، قلت له خليني امشي اتاكد من اثر الارصاد اكثر لحظه بالنهار الخرطوم بيكون مولع يعني اعلى حراره الطين. هو طبعا قبل قال لي الساعه واحده، لما مشيت على الارصاد الجوي قال لي اعلى درجه حراره مسجله 2 والساعه 2 دي دائما بتكون اسخن لحظه. يلا تعبر الساعه 2 قال لي خلاص يكتب جواب كرر 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 طبعا ندي جواب قبل 10 يوم. أيوة. من المباراه جواب الاتحاد العام يودي الاتحاد العام. فقلت له عملنا جواب الكوره الساعه طبعا الدنيا وقفت ساعه قال شهر كم الكلام ده؟ شهر 5. أيوة. خير شهر 5 وصحائي وسخان بس هو قال دي مشكله الحكومه اللي وقفت وقعدت. قلت له استاذ عبد الله شوف نحن لا بنعرف سياسه ولا بنعرف سحاي ولا نحن بنعرف انه الهلال ده يتهزى نحن عاوزين نرجع الاحتبار. ايوه واحده من حاجاتنا الاسهل عندنا دي الحكايه الجو بنصير عليها وما تدي دور فرصه واي اجتماع انت ماشي انا ما بمشي معك. فالاخر في الاخر قصه لما جات والجرايد كتبت وبتاع والمسؤولين يتكلموا قاموا عملوا لنا اجتماع كبير في الولايه ثم يزوى الخليفه الله يرحمه. الولايه غايته كله عنده ونادوا شداد
عشان يعني هم بتكلم جدال حيقول لنا العب في وقت ثاني وكذا، وما عارفين احنا قبل كل عملنا ايه يعني. انتوا مرتبين اوراقكم. اي فجينا الاجتماع وجينا نطلع عبد الله بس الرئيس وانا مستشار، وجا كما شداد رئيس الاتحاد، واحمد حسب الرسول كان رئيس الاتحاد المحلي. واذا كان افتكر محمد الشيخ محمد الشيخ مدني برضه كان محمد الشيخ هم كلهم كانوا فيه. فاول ما الاجتماع بدا بس احنا بدينا طلعنا بس قلنا احنا ما عندنا كلام كثير، دي كوره ولا حاجه ثانيه؟ قالوا كوره. فعبد الله قال لهم اسمعوا ايش طايفين على الناس من السحاي؟ قالوا لا قالوا احنا ما عندنا ولا ذول ويا الساعة 2 دي ولا احنا وكنا عملناها الساعة 2 ما عارفين دي مواعيد ما مناسبة مع الناس. نحن عاوزين نشيل بناسيبنا نحن قليلان، نحن مغلوبين خمسة. الناس دي أحسن مننا. كما هزيناهم كده ما بقدر نعمل حاجة. المهم مشيت في الآخر صرينا على رأينا والكورة لعبت الساعة 2 والترجي هو الترجي القوي ده. أيوة. وديك اللعبة الله يرحمه والد الدين. بعد كان مشي في قطر اللي كان الكورة جاية لعيبة لينا أساسا. ولعب احسن مباراه اللي جاب جونين في الاول، لكن غايته في الاخر حصلت حاجات كثيره بلنتي وكذا وكل انتهى الدرون. لكن هي كان فيها رد الاحتبار. اول حاجه مجرد القرار ده نسى الناس الخمسه، يعني تداول الكلام ده انه كوره تداول الساعه 2 اي خيلي، بس مجرد تداول الكلام ده خلى الناس ينسوا حكايه احنا مغلوبين خمسه. فهيئه الناس وايه رايك الاستاد اتملى ساعة 2 الناس يتملوا، رغم ان الحكومة عملت شرط كده انه يجوا كم ألف كم ألف عشان السحاي ونحن انهم يجوا الناس للهلال برضه الناس طبيعي ومن الاستاد والهلال لعب كويس ودخلنا جوانين وكورة انتهت 3-3 صحيح ما أهلنا، لكن كانت فيها رد احتبار بالنسبة لكل المغاربة بكل ودي كلها بحصافة وإدارة طيب حتى نحن العمل حتى نحن العمل عملناه تحت مظلته هو. طيب دي الإدارة الرشيدة، هشام أنت كنت في دائرة الكرة في الوقت ذاك كمدير ليه؟ إذا عملتوا كيف مع القرار ده أنت واللاعبين في الوقت ذاك؟ ظروف كانت صعبة للمباراة. طبعا الوقت ذاك المجلس نزل القرار إنه المباراة الساعة 2. بيبقى إلزام على على على, على اللاعبين والأجهزة فوزي. الفنية، نعم المدرب كان أخونا فوز المرضي. تحية له من هنا وهو كل سنة وهو يعني. الأسرة بخير. كان إلزامي إنه الناس يتمرنوا في نفس الزمن. على الاقل عشان نحن لاعبين نزاتهم ما يقدروا ما يتفاجئوا بالجو. ما من الطبيعي ان احنا ما قاعدين نلعب الساعه 2 ولا قاعدين نتمرن الساعه 2. فبقت المهمه بتاعتنا احنا ندرج اللاعبين دي ذاتهم عشان هم يتعودوا. فبقت التمارين كانت تبدا الساعه 1 و2. وبالمناسبه يا بلوله يمكن خلق وزن كان التمارين كان بيجي بيحضر الرئيس الله يرحمه أيوة كان بيجي بيحضر التمارين في كلية نعم كان في واحد برضه في نعم في كلية التربية. فكان بي مصر اللاعبين بيجوا هو بيجي يقعد والمباراة وحتى المباراة لما كان قاعد مع اللاعبين الاحتياطي في الشمس نعم دي حتى المباراة كان قاعد جنبنا في البنش والله كان خدت العصاية الله يرحمه كان قاعد في البنش جنبنا لحد ما بدت المباراة لحد ما انتهت. وانا المباراه دي ما شفت فيها ما شفت جمهور زي الجمهور جاء يوم يوم أيوة الكوره دي أيوة. وكان اداء جميل جدا جدا للهلال وحتى جبنا لهم فنايل كان يا ولوله بتاعت قطن بيضاء وكان حارس الترجي والتوانسه جابوا شماسه من تونس ما اعرف المواعيد جاي من هناك بشماسه والحارس بتاع الترجي كان شكري الواعر فكان مخلي واحد وراه من الناس الاجهزه الفنيه بتاع انه كل مره بقوم برش بالمويه الحمد لله رب العالمين ربنا يعني دي واحدة فعلا كانت من لا حدث تاريخي يعني حدث يعني نحن هنرجع ونكمل أحداث كثيرة جدا تاريخية مربوطة بالهلال وبمؤسسة كبيرة جدا. عندنا فاصل إعلاني من بعد وحنرجع ونكمل حلقتنا خليكم معنا.
مرحبا من جديد بكل السادة المشاهدين في فترتنا الرياضية المفتوحة. نرحب بك مرة ثانية سيد البلولو وسيد هشام، ونحن اليوم ضيوف على الهلال في واحدة من الأيام المباركة في أيام العيد السعيد. كنا بنتكلم عن شخصية الإداري الناجح في الهلال، والهلال يتعاقب عليه وعدد من الإداريين، يمكن الوقت ذاته ما بيسعي نحن نتكلم عنه. أجل الوجود الأكبر هو أيوة. عبد الله يعني. أيوة. فنتكلم برضو عن شخصية وأسلوب القيادي في الهلال. من ألقى أنه الشخص اللي بيكون كابتن في الهلال دايما اللاعبين من الإداريين ننتقل للاعبين برضو نديهم حقهم في الهلال يعني. طيب. فهم شركاء أكيد في الإنجاز يعني اللي تحقق بالنسبة جميل للهلال. جميل تذكر يا إسراء لما كنت بحكي لك عن ارتباطي بالهلال ربطتها بشخصية صدق منزول. أيضا شخصية الكابتن في الهلال، كابتن الهلال، ارتبطت بفترة صدق منزول. يعني صدق منزول الله يرحمه ويحسن إليه كان نموذج للاعب الكامل. طبعا كان حريف جدا، خطر جدا، شواد، كل الميزات الناس بتمناها في لاعب كورة كان في صدق منزول. علاوة عليه يعني انضباط في شخصيته وهيبة وروح قيادية ودفاع عن الشعار، كل الصفات دي كانت مجتمعة في صدق منزول. عشان كده الفترة اللي قضاها صدق منزول ككابتن للهلال، وهي أظن أطول فترة للاعب في الهلال، أصبحت هي النبراس وهي الإطار اللي حاول يعني يطبقوه كل كباتن الهلال منذ نهايه صديق منزول وحتى عهد المعيد الان. ايوه يعني وشو انا حقول لك حاجه غريبه، يعني جميع كباتن الهلال من ايام صديق منزول وحتى المعيد كانوا هم ايضا كباتن للمنتخب الوطني الاول. واقول لك سريع كده، يعني في صديق منزول كويس، تذكر عثمان الدين برضه اخذ فتره طوالي تنتقل لجكسة. نعم. كويس؟ جكسة كان كابتن الهلال وكابتن المنتخب. علي كاجرين، عز الدين الدحيش، مصطفى النجر، جمال السالم، طارق احمد ادم، جمال السالم، طارق يمكن احمد ادم برضه. طارق احمد ادم، جمال قبل السالم. طارق احمد ادم افتكر احمد ادم ذاته بعد قبله. لا قبله اي احمد ادم ذاته برضه كان كابتن في فتره بسيطه. نعم. يمكن كان كابتن الهلال وكابتن المنتخب. طارق احمد ادم والسالم، جمال السالم، عاكف عطا، بعد كده جاء عاكف عطا كابتن الهلال وكابتن المنتخب. نعم. لحد ما جاء هيثم. طبعا برضه هيثم ما شاء الله يعني بشخصيه بكل المقاييس انا بتكلم عنه، لان انا عاصرته زي ما قلت لك اشتغلتها سبع مجالس، والسبع مجالس دي كان هيثم هو لاعب الهلال وكابتن الهلال. عنده شخصيه متفرده جدا، ونجح كقياده قبل يكون كلاعب، هو العب من لعب، لكن برضه هو كان يعني اداري داخل الميدان كبير، يعني كان يعني بيقوم بدور مجلس الاداره كامله والمدرب حتى. بعدين بعد هيثم عمر بخيت ثم المعيز، وكلهم كانوا برضه كباتن للمنتخب. طيب السر شنو يا سيد هشام في انه دائما يعني القيادي اللي بيكون موجود في الهلال عنده صفات معينه زي ما قال، ومدرسه الصديق منزول هي كانت النبراس اللي بعد ذاك كل اللاعبين اقتدوا بها، زايد المنتخب الوطني دائما هو بيكون برضه القيادي بالنسبه للمنتخب يعني صقور الجديه. شوف يا استاذ اسراء، يعني اخ البلوله لما قال لك صدق منزول الساه للحاجه دي، ولحد ما اصبح كان يعني مدرسه متفرده قائمه بذاتها في الهلال. القدسيه بتاعت كابتن الهلال الى يومنا هذا، ودي ذاتها ما جات من فراغ، يعني صديق منزول أداها للبعده بكل معانيها، البعده سلمها للبعده، وكلهم حافظوا عليها إلى يومنا هذا. بالتالي بينتقل هذا السلوك بتاعنا الجميل والقوة بتاعتهم إلى المنتخب الوطني. والمنتخب الوطني أساسا بيتكون من شنو؟ يتكون من الأندية، اللاعبين ما شاء الله الكويسين اللي عندهم، يعني ما هو خليط من الأندية كلها، لكن أكثرهم من الهلال، لكن أكثرهم من الهلال، يعني
حتى كان هسه الليله الليله بكره المنتخب الوطني مناسبه لاعب مع نيجيريا نيجيريا نسور نيجيريا الهلال يمكن عنده منه 10 لاعبين مش المنتخب. فيعني نحمد الله انه دي كانت حاجه متوارثه موجوده الاجيال زمان سلمتها من جيل لجيل الى يومنا هذا وستظل باذن الله تعالى لان هذه واحده من ادب وموروثات الهلال اللي ورثناها جميعا. طيب سيد البلوله قبيل انت تكلمت عن الشق القانوني اللي كان دايما بيلجأ ليك فوقه الادارات الهلال المختلفه. نتكلم عن الحجج القانونيه دي وكيف من خلال الخبرات التراكميه الاداريه الكثيره والقرايه والعلم قدرت تكون فكره في كل القوانين يعني. طيب احيانا اجاوبك انا يعني اساس تكويني قانوني. ايوه انا خريج جامعه القاهره قانون 72 حقوق قانون حقوق الميم تختلف المسميات ده الأساس طبعا اللي هو مكون شخصية الإنسان ذاته الأكاديمية يعني. طيب أنا طبعا بديت لو كان سألتني أنا بديت حياتي الرياضية ما كنت لاعب مبارز ولا حاجة لكن طوالي خشيت في المجال الإداري في نادي الهشماب نادي الجبيل تحدثنا أيوه. عنه وأنا كنت سكرتير نادي الهشماب وأنا في تاني حقوق يعني تخيلي تشربت العمل الإداري ده والقانوني إنت عشان تكون في الأندية الصغرى دي ليه بالأندية الصغرى بتربي الإداريين نعم. لأنه الإداري بيكون كل شيء بيكون مدير الكورة هو وبكون القانوني وبكون الإداري وبكون اللي بيدفع القروش لو في قروش ذاته ولا بتحتاج ذاته المهم بيكون يعني شغل تقريبا مالي كل الجوانب. العمل الاداري في الانديه الصغرى هو بيعلم الزول القانون لانه بنمشي نقرا القواعد العامه والنظام الاساسي وقانون الرياضه وبنتشربها وبنعيشها بنعيشها من خلال الممارسه في المباريات والشكاوى والاستئنافات بتاع تخيلي تراكم الاشياء اللي تمشي معاك وانت كل ما تتدرج انا تدرجت يعني من نادي الهشماب بدرجه ثالثه سكرتير لحد ما اصبحت سكرتير اتحاد الخرطوم المحلي ونهاية سكرتير الاتحاد العام القيادة خليه بعيد القيادة براوح دنيا غايمة بذاتها يعني زي ما قلت لك اشتغلت في أكثر من 7 مجالس فالمسألة دي كلها هي في الآخر بتكون هي زي ما بقول حصيلة تجارب كده وبتكون بتعمل لك نوع من الخبرة التراكمية والمعرفية بتخليك أنت مؤهل أنك تواجه أي حدث في إطار ما يتعلق بقوانين الرياضة يعني أنا من غير ما أذنائي لما جاتني لما يجون ناس والله الحمد لله لحد هسه لي بيجوني ناس من أصقاع السودان المختلفة وأنا ما عارف بيصلوني كيف بيجوني في قضايا خاصة بهم هم بيقولوا أنهم عندهم ثقة بأنهم بلولة لا بيعرف الحياة فبيجوني بيستشوروني ما بلقى صعوبة ما بلقى صعوبة يعني بكون بوجه لهم سؤال سؤالين بكون استوعبت الحاصل شنو وطوالي بتكلم عن الأشياء المخزونة عندي في القوانين وأقول لهم الشيء بيبقى لكم ولا ما بيبقى لكم بالواضح يعني. طيب ليه كانت المساجلات ما بينك وما بين استاذ مزمل ولا ابو القاسم لغايه ما قال لك انت البلوله الخامس عشر؟ طيب اوريك كلام والله دي فرصه دي حاجه احكي حياه لذيذه جدا. مزمل ابو القاسم والمرحوم صلاح سعيد طبعا من عتاه الاقلام المريخيه صعبين جدا وانا كنت سكرتير الاتحاد العظيم لكن لانهم هم عايشين بالعقليه بتاعت ده الألاوي ده الرخابي فكانوا دائما بعينوا لي انا بالمنظور ده بالمنظور اللون ده انا الألاوي وقاعد في الاتحاد ده لازم نغلغله ونخليه وايه رايي بالغلغله دي انا بيبقوا من اقرب اصدقائي حقيقه يعني من اقرب اصدقائي المزمل ابو القاسم والمرحوم صلاح سعيد لانه يعني انا اشهد المزمل ده وكان اكثر من اكثر الناس اللي بيهاجموني وبينتقدوني لكن لما جات انتخابات الهلال والاتحاد العام وحتى الاتحاد المحلي نفسه في مرحله برضه انا فزتها فكان هو المدافع الاول عني صوري هو المدافع الاول عني لانه عرفني كويس طبعا فانا احمد الله انه يعني هذه المساجلات والاخذ والرد مع المزمل ديل كون وانا في قد الرياضه كده يعني كونك تنتقد الناس تختلف ايوه لكن ميسي النقد في جو بتاع احترام للذات واحترام للشخص الاخر اختلاف الراي لا يرسل للود قضيه بل بيقويك
والحمد لله كمان زدت عليها بأن زادت أواصر الصداقة والعلاقة مع أكثر الناس كانوا ما بقول ألد أعدائي لكن بقول ألد منتقديه كانوا ترجمت لهذه العلاقة وأنا أحمد الله على ذلك كثيرا. نعم طيب يمكن في إطار يعني إضافة بسيطة لكلام يعني الأخ محمد أحمد البلولة اشتغل في محلات كثيرة هي ده الكلام التدرج القبيل السؤال الأول برضو والله يعني ويمكن في شخصية تعرضنا لها يعني ذكرا أخونا الدكتور كمال شداد يعني برضو واحد من الناس أنا أفتكر أنه عقلية فزة في, 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 في الرياضة مارس لاعب مارس صحفي مارس رئيس الاتحاد بل على الله ما ذلك أطعك بل عشان تثبتني عليك الله أنا ذي كذا عن كمال شداد أنا شخصيا بفتكر أن ربنا أكرمني جدا طيب أنا اشتغلت في ثلاث محلات اشتغلت في الهلال واشتغلت في الاتحاد المحلي واشتغلت في الاتحاد العام شوف في الهلال اشتغلت أول ما اشتغلت كان رئيس الهلال طيب عبد الله واستمرت معه واشتغلت في الاتحاد المحلي أول ما اشتغلت نائب سكرتير الاتحاد المحلي وكان السكرتير الأستاذ الكبير أبو القوانين الكبير محمد الشيخ مدني شوفي وأكرمني أكثر لما مشيت للاتحاد العام ورئيس الاتحاد هو دكتور كمال شداد يعني أنا أفتكر من أنا ما أقول لك أنا من القلة المحظوظين أنه تربيت على أيدي ناس وعقول كبيرة جدا أنا أحمد الله عليك أنا أسمى محظوظ يا بلولة أنت علمتك أنا لأنه الحمد لله رب العالمين يعني برضو يمكن اشتغلت مع الطيب عبد الله الله يرحمه وبروفيسور كمال شداد ويعني ومحمد احمد البلولي الله يبارك فيك يعني ما 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 ننكرك والله يصلح العكس ف يعني دي ذاتها كانت واحده من الحياه اللي خلت الناس يتدرجوا تدرج البسق الشخصيه الاداري على ذكر الاداري هل بالضروره هشام انه الشخص الاداري ده تكون عنده مواصفات معينة عشان ما يشتغل في دائرة الكرة ولا ده ممكن ينفع فيه أي شخص يكون موجود فيه يعني ده طبعا لازم يكون في مواصفات معينة لا. مثلا دائرة الكرة دي ما حاجة سهلة وهي الروح بتاعت يعني هي اللي بتعلمك انت بتحتاج تتعامل مع طبعا زمان الكشف كان فيه 30 لاعب هي محتاج تتعامل مع 30 لاعب ذات مينز انه 30 نوع بتاع معامله اكثر من كده انت زي ما قال اخونا بلولة اذا ما كنت اتدرجت ما حتقدر تدير هؤلاء واداره الكوره ذاتها عباره عن فن ولباغة وبديهة إنه لازم الإنسان يكون سريع البديهة ويعرف كيف العمل حسن التصرف نعم حسن التصرف فدي كلها مواصفات يجب أن تكون في بيجي لمنصب مدير أنا أعتقد يا شباب قبل المواصفات اللي قلتها دي كلها أساسية ومهمة جدا لكن أهم حاجة فيها والأولى فيها هي الرغبة في العمل ده يعني نوعية العمل بتحدد رغبتك فيه لأنه رغبتك دي هي دليل نجاحك او وسيله نجاحك لانه انت لو اجبروك على انك تعمل في حته انت ما بتحبها او شاعر بانك انت الكيمياء بتاعتك ما بتجي معاه ما بتنجح انا هسه كنت الحته دي على هشام ليه اشتغلوا في دائره الكره مرات كثيره جدا لكن انت تحسبون دائما هم عندهم المزاج عندهم الرغبه والرغبه فانهم يبدعوا وينجحوا في هذا العمل بعدين لان زي ما قال لك نجاح من نجاح النادي يعني فريق الكرة في الهلال ما حاجة سهلة فيجب انه الانسان زي ما قال لك الرغبة ومع هذا كله صدق بتاعك يعني ذكر الله كلمة قال لنا طيب عبد الله الله يرحمه اول يوم قعدنا معه وذكر صلينا المغرب وبدينا الاجتماع اول حاجه قال لنا انك ما توعد بحاجه وما تعملها دائما خليك صادق عشان الصيغه تتبني نعم. بينك وبين خليك صادق في كلامك بعدين
في ناس كثيرين هسه في مقوله بيقول لك والله دائرة الكورة والحسم والربط تتعامل مع لاعب أو لاعبين، ما سواء أنا ضد كلمة لعيبة، مع لاعب أو لاعبين يعني أعمارهم 18 19 20، نقدر نقول إنه الناس خلاص يعني بيجوا كبار، ف ما محتاج إنك زي ما بقولوا زي الطفل تقوم تنهر ولا تكورك ولا كده، لكن بتخط البوليسي أو السياسة بتاعتك كده كده كده، حق ومستحق، حقوق وواجبات، تكون زول دقيق فيها، دقيق في تنفيذها، دقيق في 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 في, في كل صغيرة وكبيرة. أكثر من كده إنك بيقع عليك عاتق المتابعة، سمعت بفلان الفلاني ده مريض، واجب عليك إنك تمشي تشوفه، وإذا حالته بتستحصى توديه عنده، الله لا قدر وفى تمشي تكون من أوائل الناس الموجودين عنده، يعني أنت لازم تكون في كل صغيرة وكبيرة مع هؤلاء بتفاصيل حياتهم، بتفاصيل حياتهم كاملة، بالتالي ما حيكون في أي مشكلة. هؤلاء اللاعبين عبارة عن بشر، ناس جايين عندهم رغبة، ربنا ده اداهم موهبة، إنه الموهبة تنزل يلعب كورة. يعني أنت برا الملعب الأخ والأب ممكن تكون بالنسبة لهم، داخل المستطيل الأخضر أنت بتجهز اللاعب ده لحد المستطيل الأخضر، لحد الجير منا وبيخش. لكن أنا الله عندي سؤال يا أستاذة إسراء، دخلت هلالابي ولا مريخابي؟ أنا مع المنتخب، ما تقولي مع المنتخب، بشجعه بكرة. أنا هو يتيم طبعا ما لقي زول يشجعه، لا فأنا يشجعه طبعا بشجعه يعني، لكن بنتمنى إنه بكرة المنتخب يوفق إن شاء الله. نحن هنتواصل معاكم، تمنيات سائلة لكن بالواقع على أرض الواقع ما أرد الخير، ما عندها أرد. أنا بقول لك بالواضح، تمنيات واقع نتمنى كسودانيين، نتمنى نحن وصل عايشين على التمني لا في كل شيء، لكن لما أتكلم أنا بلغة كورة أيوه. ها منتخب الوطني برا المنافسة، والله يستر من الفضائح. طيب خلينا نجيب في النقطة دي ونرجع عليها، مشاكل الكورة هي كتير يعني، منتخب بترجم منه شنو هو بيتلمى، حتى يعني مرات معسكرات اعداديه ما بتكون موجوده، يعني منتظر منه شنو في النتائج، وما مربوطه باداء اللاعبين بقدر ما هي اشكاليات كبيره. حنرجع ونتكلم معاكم عن الهلال، خلونا نسمع انصاف مدني في واحده من اجمل اغنياتها في ايام العيد السعيد. Yeah.
صغير مو مرحبا بكم من جديد. ويبقى الهواء والعشق المريخي في كل ولايات السودان المختلفة وأيضا الهلال. إحنا قسمنا فترتنا ما بين الهلال والمريخ، واليوم نحن في ضيافة الهلال. نحن مرحب بكم مرة تانية، وأنتم واحد من المؤسسات الرياضية الكبيرة وكمان العريقة، يعني نادي الهلال نادي عريق النشأة منذ نادي الحركة الوطنية. وده ما كلام إنشاء، الحركة الوطنية في السودان وانبثقت منها المؤتمر الخريجين والأحزاب ثم الاستقلال والكلام ده كله، كان منبع 1930 نادي الهلال. ما في كلام، يعني لو رجعت لكل الموروثات والأدبيات تاريخ الوطني للسودان تلقي تاريخ الهلال مرتبط بالحركة الوطنية الكبيرة في السودان. يعني نحن هنرجع مرة تانية، عندنا فاصل من بعد ونكمل فترتنا الرياضية المفتوحة. كرما خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد، نواصل فترتنا الرياضية المفتوحة من قناة الشروق على الهواء مباشرة. سيدة البلولو سيدي هشام مرحبا بكم مرة تانية. وكنا بنتكلم عن الإداري اللي مفروض تكون عنده مواصفات معينة عشان ما يكون مسؤول من دائرة الكرة. في اتجاه بيقول إنه والله في الفترة الجاية المفروض الشخص اللي بيكون مسؤول من دائرة الكرة يكون زول بمرتب عادي، يعني مسؤول براتب عادي وما عنده أي علاقة بمجلس الإدارة. أنتوا رأيكم شنو في الاتجاه ده؟ هو طبعا منصب مدير الكوره هو منصب بتاع زول انسان متفرغ لهذا العمل. وبعدين طبعا في اطار الاحترافيه بتاعت الانديه وكده، لكن بيديك اكثر لما يكون متفرغ. منصب مدير الكوره بالذات لانه محتاج، انه زي ما قلت لك شرحت لك قبل، انه محتاج
24 ساعة وكون إنسان في جري متواصل وفي عمل متواصل ودواب وكذا بتاعه. فالناس استحدثت هذه زمان ما سمى كان قطاع, زمان كان قطاع رياضي, لكن هسه الآن بقت منصب مدير كرة منصب بتاع إنسان متفرغ حقوق واجبات على الأقل بيبقى قريب لك, يعني باعتباره إنه زي الموظف الموجود في النادي. حتى احس احنا في النادي مخصص عندهم مكتب وعندهم يعني مسؤوليه كامله لناس الكوره يعني. انا اضيف حاجه بسيطه لكلام هشام ده حول اهميه وضعيه او كيفيه وضعيه جهاز الاداري لكره القدم. شوفي المشكله دي كلها في خلط هنا في السودان, لانه الادارات الانديه المركبة عن إدارة الأندية تتكلم عن الرئيس سكرتير ومن خزين وجماعة ديل, هم لأنه التركيز كله على فريق كرة القدم, هم ما عاوزين يفوتهم يعني الكعكة دي تكون تفوت بعيد منهم, فتلقاهم هم دائما بيتدخلوا وبيتكلموا وبيعملوا أي شيء في مجال كرة القدم. الشيء الطبيعي في كل العالم إدارة الكرة ده جهاز منفصل عن مجلس الإدارة, ومجلس الإدارة ما عنده أي علاقة غير أنه هو المدير اللي بعينه ده معينه مجلس الإدارة يقدر يحاسبه على أخطاء على سلبيات على بتاع بعد ذاك يعمل دائرة عمله معه. لكن أثناء ممارسة العمل, أنا بقول أثناء مثلا التنافس المحلي والخارجي والدولي, التخصصية الموجودة دي لازم تكون موجودة لإدارة الكورة, ودي يكونوا ناس متفرغين برواتب وبرواتب كويسه كمان, لانه انت الادوات الكويسه بتجيب لك الزول الكويس النوعيه الكفاءه الدائره انت, ويا حبذا لو كانوا لاعبين كوره قبل كده يعني. ايوه كلها حياه مواصفات تتجمع عشان تدي جهاز مستقل يدير الكره, ما لاي عضو من الاداره علاقه بهذا. لكن طبعا بس ما حصل رئيس النادي ده يتكلم عن اللاعب ده ويجيب اللاعب ده والسكرتير ونائب الامين العام, حتى مرات بيكون في تدخل فني ومرات بيكون في تدخل فني. ولاحظ اساسا الفيفا لما حطبق نظام الاحتراف هنا في السودان من الشروط الاساسيه اساسا موجوده عشان تاخذ الترخيص انه يكون في اداره متخصصه ومتفرغه ومستقله لكره القدم. اساسا انا تكلمت لك قبل شوي قلت لك هو لازم واحده من المناصب اللي بتكون حسب اكوردنج للشيء الاحترافي. لكن درجة للاخ البلوله, يعني يمكن اللينك بين مدير الكوره او الجهاز الاداري بتاع الكوره ومجلس الاداره في عضو اللي هو باعتباره انه رئيس قطاع, ما القطاع اللي هو ما فريق الاول بس, يعني انت عندك ناشئين وبراعم وشباب ورديف و مثلا ده الشيء الموجود الان, يعني قبل ما كان بنفس رئيس القطاع هو الان اللينك بين الجهاز الاداري بتاع الكوره وبين مجلس الاداره, ذات ميزه انه كل العمل او صنيع العمل بتاع اللي بيتم تخطيطه بيكون من رئيس القطاع وبينزل تحت لحد الجهاز الاداري, هو بكون حلقه الوصل بين الناس دي, بتدي انه المجالس زي ما قال لك ما كلها تقوم تشتغل كوره. بعدين في الاخر الانديه الكبيره هو يعني ما 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 كوره بس, يعني هسه احنا الان الحمد لله, معلش انا حتكلم شويه كده بس اتفضل. يعني الان الحمد لله يمكن المناشط هي بصوره كبيره جدا في 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 الهلال, فاتمنى انه الانديه طبعا كلها تحضر المناشط والشيء الثقافي لكن في الاخر التركيز طبعا في الاول على الهلال والمال. عارف يا اسراء, انا محترمه جدا لابني هشام في وجود رئيس القطاع الرياضي, المفروض يكون من مجلس الاداره وكذا. طبعا ده شيء بيتنافى مع قوانين الفيفا الجايه, من واسبة التطبيق بتاع الفيفا ده حيستمر اساسا حيبتدي في العام 2015 السنه الجايه, ما في حاجه اسمها رئيس قطاع رياضي عضو مجلس اداره مسؤول عن لا 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 لا, قطاع رياضي مسميه اسمه إدارة الكرة في الفريق, إدارة متفرغة متخصصة مستقلة تماما عن أي عن إدارة النادي, إلا في حدود المسؤوليات الإشرافية العليا لمجلس الإدارة على أي شيء بالنادي. مستقلة دي هي مربط القرص ضمن القوانين. وعشان ما في دول يتكلم, مش يجي بكرة عضو مجلس الإدارة يتكلم ويقول لك والله حنجيب اللاعب ده, وهو يتكلم واحد يقول ده اللاعب حنعاقبه حنعمل له, ما في كلام زي
أنا تحدثت عن الشيء الموجود الآن. Definitely. ودي بديت سبحان الله في بداية حديثي إنه نظام الأندية المحترفة أو الترخيص بتاع الأندية المحترفة 2015 ما حيكون في نفس الوضع ده. ده الشيء أنا تحدثت فيه. يعني أنا تحدثت عن الآن الشيء الموجود الآن. لكن ب 2015 أو بإذا عنده 2015 أكيد حيكون في شيء تاني مختلف. طيب سيد البلولة، يعني على ذكر الاختلاف، مرات أنت بتتقلد مناصب كثيرة، من ضمنها أنت قبل قلت سكرتير الاتحاد المحلي لكرة القدم. نعم. وأنت معروف يعني عشقك هلالي. أيوة. كيف كانت الموازنة ما بين العشق والانتماء وما بين وظيفة رسمية يعني أنت بتتقلدها؟ طيب أنا عايز أخفز لك طوال عشان أديك الدليل القاطع، مش عشان أنا محمد أحمد البلولة هلالابي وبقيت سكرتير الاتحاد، لا، ده أنا أوريك أنه المعيار كيف. أنا كنت سكرتير اتحاد الخرطوم المحلي ورئيس اللجنة المنظمة فيه، لجنة إدارية يعني، وأنا رئيس هذه اللجنة بكل التأثير اللي عندي. طلعت قرار بموجبه فقد الهلال الدوري، طلعت قرار اعتمدت تسجيل فاروق جبر للمريخ في حين كل الدلائل والمؤشرات كانت بتقول غير كده، وكانت حجته حجة قانونية متجردة. الفرق بين أنك تكون إداري في نادي أو عندك انتماء لنادي، ما في ذول مخلوق بيجي يمسك سكرتير الاتحاد ورئيس الاتحاد وجاي من بيتهم. لو ما أصلا عنده الانتماء ده وعنده العمل ده ما بكون عنده قيمة هو نفسه. لكن تبقى القيمة الأكبر وين؟ أنك لما تحتل الموقع القومي ده، القومي في حدود الرياضة، لأن تتجرد أنت من الانتماء ده في لحظة اتخاذه. طيب لكن انت ما تجردت من 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 الانتماء ده كيف؟ لما واحده من اللقطات جابت في التلفزيون وانت يعني فرحت يعني فرحت وعقبال واي حاجه، رغم ما يقال، هل دي كان ليها اثر في قرار طلع من الاتحاد؟ لكن لو كده كنت تتقلد منصب رسمي، كنت سكرتير رسمي ساكت. أيوة. كنت سكرتير الاتحاد ايام كان اتحاد الخرطوم ده اتحاد الخرطوم فوق الهلال والمريخ والمورد هيصة دي كلها يعني. لكن أنا عشان مش أبرر ذمتي، لكن أنا أوضح حقاي في التاريخ. طالما أنك سألتي وجيت السيرة، الكرسة دي كان عام 93، آخر دوري عام كان في حاسم الدوري العام قبل الدوري الممتاز، اللي هو أنه أبطال الدوري في كل السودان بيلعبوا منافسة في الآخر، بتتجمع لأربعة أيام بيلعبوا في الخرطوم، ودي كانت المباراة النهائية وآخر مرة اتلعبت فيها المنافسة بين الهلال والمريخ. لا أحكي لك الظروف كلها، معليش. المريخ كان مدرب هورست، مدرب ألماني شاطر جدا، ده دخل طريقة 3-5-2 في السودان، اللي هي 3-5-2 دي أصلا عمل شنو؟ بتدي الأطراف الباكات وظائف هجومية بيسموهم المراوح، طالعين ونازلين، يعني بيكملوا مع الهجمة بيكملوا مع المهاجمين. ولما يكون الكرة انت فقدتها، الفريق فقد الكرة، ديل بيكملوا الدفاع بيبقى خمسة كده يعني. فمين جهوري عمل الحكاية دي؟ عارف لعب منه جلب منه الحكاية دي؟ خالد أحمد مصطفى في اليمين، ونميري أحمد سعيد، نميري صاحبي جدا يا أخي، أنا والله أبعث له بتحياتي، وأيضا خالد يعني أهنيهم بالعيد وأتمنى لهم حياة طيبة يعني. المهم المريخ بالشكل الجديد ده والطريقة الجديدة دي لعب الكرة النهائية غالب مغلوب، ما فيها حاجة اسمها نمر ولا بتاع. فالمهم الكرة كان واضح انه مسارة الجو كان متوتر جدا، المريخ ده الكرة كان ضروري لسه، لكن مسار الكرة بوري انه المريخ ده بيلعبوا ده حيرش الهلال ده وبعدين الهلال كان بيجوه هجمات كده، الهجمات اللي كانت بتجي للهلال بسيطة، لكن كانت بتين لأنه لسه الخطة مستوعبها اللعيبة كويس. لما نميري بالذات نميري كان بيمشي كتير وما بيرجع بسرعة، ففي كان باك سريع اسمه أمير موسى أيوه، هو باك يمين سريع جدا في محلة نميري، لقى الفرصة دي، لقى كم فرصة، لكن هو أروش كده يعني ما بركز بالتهديف والله صحيح. ونحن قاعدين متنجضين، شو انا بقول لك متنجضين يا سكرتير الاتحاد، معليش بعدين توريك ما دام انتماء، علم الانتماء ده ما هو اي غضاضه، لانه لا يؤثر، لو انا الانتماء ده حبي للهلال بياثر
في ان انا اخذ قرار في الاتحاد. انا ما اقول لك كلام، انا كنت سكرتير اتحاد الخرطوم المحلي، بجي تمارين الهلال يومي، اعضاء مجلس الاداره ما بي. صح. طيب انت ما دميت اصلا القصه؟ اه عجيب القصه هاي. المهم مدلوقين كملوا عزمنا في التمرين الهلال. طيب والمريخ هو لاعب بالطريقه دي مع الهفوات بتاعت نميري بيتقدم وما بيرجع وبتاع. فانا الشوط الثاني خلاص الكوره قبل انتهي، والمريخ كان ممكن في اي لحظه يغلبني. كان جنبي على اليمين طاهر البشير، ما كان رئيس اللي كان رئيس الهلال مطلع عبد الله، كان الطيب يعني. طيب الطيب طبعا. كان بي على يميني طاهر البشير، وعن يساري يا اخي صديقي العزيز اللي في لندن الان طاهر مخير. ايوه وبرضه على البعد نبعث لهم التحيه يعني، وقاعدين ونعلق. فانا قمت قلت لهم يا اخوان اسمعوا، انا الكوره شايفينها قدام دي، ما بعد كده خلاص خطف الكوره دي، ممكن يكون في لحظه نحن عشان نغير القصه دي ونحاول نلقى لها فرصه لازم امير موسى يطلع، وصبري اللاعب في نايلة صبري الحاج ما يمشي على الطرف مع النميل بيتقدم له، لانه صبري شوته مظبوطه وبيقدر يدخل جون بتاع وخيش مليا. المهم انا ما تميت كلامي، بقيت مدرب اوريك والمدرب المقصوره، ما تميت كلامي، المدرب ما اعرف كان منه، غير نفس التغيير، مرق امير موسى ده اللي كان بيضيع في الفرصه الجات البسيطه لي، ودخل ودى صبري ده هناك. بيني وبينك انت قلت المدرب والمدرب لا غير براو، كان في تدخل لا 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 يا اخي قاعد المقصوره الوقت ذاك ما في موبايلات يا اخي، انك انت الاتحاد قصدك انت الاتحاد قبل دخل مع مدرب بتاع الفريق وبتلعب ما انت شغال فوق تدريب كده ما ريحوني كده بس التشجيع يعني. المهم التغيير حصلت، تصدق يا تخيل المنظر، ما تمت كلامي حصل التغيير، ما تمت دقيقه اتلعبت كوره سريعه لصبري ده باليمين ونيميري متقدم ما رجع، وصبري صوت السمحة ده شايت له كوره من قريب خط السنتر من الناحيه اليمين هناك ها في السقف، جول رهيب وجول سينوي كاف طبعا. انا طبعا بدون ما اشعر وراح اقيف اوريك انا عملت شو، لكن احكيها لك. وقفت كده على حيلي وقدامي طاعة البشير وطاعة المخير، بقول لهم ما قلت لكم، شوف الحركه دي ما قلت لكم انت ما قلت لكم دي طلعت. وبعدين كان دخيل الله يرحمه يا اخي اللي هو يا من رغابي، وكان هو المصور ده او المخرج، ركز الكاميرا قطعوا عليه عشان بس طبعا قصه المريخ اللي بقول اضحك هو من رغابي، بس ركز علي انا وتعال شوف الكلام ثاني يوم ناس متزمل وصراحه كل الهيصه يعني، ما اخذ المريخان ما له حاجه يعزيهم في الغلب ده الا سكرتير الرقص يقول الهلال. فدي قصه والله بامانه يعني، فلكن حدث حصل. قلت لهم من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر كما قال المسيح عليه السلام. طيب من الاتحاد المحلي نمشي للاتحاد العام، وسيد هشام دائما هو بيمثل الهلال في الاتحاد العام، ليه يعني سبب شنو؟ بيمثله كيف يعني؟ بيمثل الهلال في الاتحاد. لا اوريك ايه؟ معلومه خليه هو التمثيل ده بيكون في المباريات الخارجيه بتتعامل لجنه من الاتحاد العام. نحن ما بنتكلم عن المباريات الخارجيه، بنتكلم عن اللجان المساعده. احنا بنتكلم عن اللجان المساعده. طيب اتفضل يا اخي واصل. لا انا اشرح عشان انت تتكلم طيب اشرح. لا اشرح انت والله. اتفضلوا اشرحوا الاثنين. طيب نبدا بسيد هشام. هو زي ما قال لك الاخ البلوله، كان بيحصل زي تكوين بالذات بالنسبه للمباريات الدوليه. ايوه بتتكون زي لجنه، هي اشبه بلجنه منظمه بتاعت مباراه، مثلا زي مباراه بكره بتاعت السودان ونيجيريا، بيتكون لها لجنه من جهات معنيه محدده. يعني اذا كان الهلال كان طرف في 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 يعني بيجي زي الامين العام بتاع نادي الهلال، بيجي المدير التنفيذي بتاع نادي الهلال، بيجي بيكون الناس يعني بالاضافه للناس الموجودين ناس الاتحاد العام جزء منهم، وبعد ذاك في جهات ثانيه معنيه شرطه والمراجعه العامه فدي بتتكون اللجنه دي، بتطلع هي اللي بتقوم باجراءات وتكمله الاجراءات الاشرافيه للمباراه دي، من التمارين بتاعت الفريق الزائر لتمارين الفريق الموجود للحجز وفنادق حتى التذاكر البي تي ال، حاجات كثيره جدا
وشغل مناسبة مرهق جدا جدا. فعلى مدار فترة طويلة كنا مش، والحاجة دي مناسبة ما جبتها أنا، ما مشيت لنا الحاجة دي والله، علم أدانا لها طيب عبد الله الله يرحمه. يعني إحنا كنا الوقت ذاك لسه في قطاع الكورة، كان الناس موجودين كمية بصايد الحاجة دي، كان لما يكون الهلال لاعب كنا بنشتغل نفس الشغل. فبعد ذاك جات الناس واصلت فيها واستمرنا فيها، وكل من ما كانت للهلال بس، حتى والله للمنتخب الوطني يعني، الناس برضه كانت بتجيب في الاخر ده السودان يعني. اكيد تقدم الدول دائما بقاس بالمنتخبات ما بالانديه. سيد البول، انت قبل شويه قلت فرحته لاهداف الهلال او لهدف الهلال اللي شال بيه وكاس الدوري، احنا رايك شنو؟ نعيد معك شريط ذكريات والهلال في واحده من المباريات امطر فريق كابس يونايتد باهداف كثيره جدا، نتابعها من خلال الكنترول في ذاكره لانجازات الهلال الكبيره. حلو حلو. ونرجع نكمل فترتنا المفتوحه، ننعش ذاكرتكم اكيد. السوداني المحب للانتصارات انتظر كثيرا في المحطه، ومن هنا لابد ان نذكر ونحيي ملك الانجازات كاكي ليشرف هذا الوطن الحبيب في كل محفل في كل بطوله. ولو امتلكت فريق بقيمة كاكي لكنا مكان إسبانيا في كأس العالم. كرة ملعوبة ومحاولة وتخلصت من جانب فريق كابس يونايتد، راجع من جديد والمرور من جانب خليفة، تلاقى من جانب خليفة، حلوة 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا جميل يا ولد يا فنان يا ولد يا جميل، حلوة 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 من جانب خليفة، هدف أول هلالي. هكذا كانت تبادل، هكذا التوقيع. إرسال من جانب هيثم ممتاز لكاريكا، كاريكا 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 من جديد إلى ضربة ركنية، تنفذ مباشرة من جانب ملعوبة. يا سلام سلم، يا سلام سلم، كورة وفن وأنغام تتكلم، راسية ذهبية راسية ماسية لزيمبابوي إدوار سادومبا، يعرف تماما طريق الشباك، طريق شباك فريق بلده، بالراس حلوة بالراس، راسية رائعة راسية جميلة من جانب يرفع غلة الأهداف لتكون مريحة في زيمبابوي، تكون مريحة هناك. وكرة ملعوبة، بالرغم أنه فريق كابس يونايتد لم يحقق الانتصار بأكثر من هدفين في مسيرته هذا الموسم. سادومبا، ركلة جزاء الغاضية، الزيمبابوي المكير القصير إدوار سادومبا، إدوار سادومبا راوغ ودخل بين اثنين، وضع نفسه تكتيكي زيمبابوي في ملعب استاد الهلال. سادومبا يا ولد يا فنان، يا ولد يا جميل، يا ولد يا مبدع، على اليمين الكرة، على اليسار الحارس، أو الحارس يمين والكرة يسار، هدف ثالث لمصلحة الهلال، ثلاثة أهداف. الهلال واضح أنه قاري هذه المباراة جيدا، واضح أنه مرتب أموره جيدا، واضح أنه يعني استطاع أن يعرف من أين تؤكل الكتف. تاوي سيف سيف، مرر الكرة من اليمين لليسار والتمرير والمراوغة، انهار الفريق الزيمبابوي، انهار الفريق الزيمبابوي. خليفة، خلص المباراة يا سادومبا، خلص المباراة، اترك اترك للزيمبابوي، اترك لسادومبا، قلت لكم يعرف الطريق، يعرف الطريق تماما لشباك بلاده، ضرب الضربة الرابعة الموجعة. من أين يأتي بالصوت يا سادومبا لكل هذه الأهداف، لكل هذه الأهداف، من أين من أين أتي بها؟ كورة كانت ملعوبة حلوة، سادومبا لما في القدم اليمنى، في الشبكة في الشبكة يا شبان، ده أقدم للتنفيذ.
يعني كل اللاعبين تقدم حارس المرمى يلعب كرة قوية كانت قوية كانت المحاولة في المرتدة في المرتدة فعلا 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 سيكون عقاب للحارس سيكون عقاب 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 يا ولد إلى أين اتجهت الكرة عموما شوف شوف كاريكا شوف كاريكا ماذا تفعل يا كاريكا ماذا تفعل كل هذا المرمى كل هذا المرمى وفيه لاعب إما كرت أحمر وإما الكرة في المرمى هذا يعني ربما تردد ولكن الكرة مرت عموما لهيثم مصطفى مر الكرة لكاريكا والتمرير لبشة في المقدمة بشة يمر مرور جميل من بشة بشة مع الكرة هي كرة يا ولد أيوة كده أيوة كده خماسية خماسية لمدسر كاريكا يستعرض يتحول للاعب سيرك بعد تسجيل الهدف مدسر كاريكا أضاع فرصة العمر ورجع بهدف التعويض رجع بهدف التعويض في المجهود في المبذول من بشا بشا راوغ مرة بشا أخذ نظرة على الملعب ده المهم أخذ نظرة على الملعب وين اللاعبين وين كاريكا كاريكا ركن الكرة خماسية خماسية هلالية خماسية هلالية مرحبا بكم من جديد نرجع نكمل فترتنا الرياضية المفتوحة بأهازيج الفرح والأهداف الهلالية اللي دايما استاد الهلال بيكون مقبرة لكل الخصوم سيد هشام احنا نتكلم عن زاوية مربوطة بالبيت انت بتشتغل الشغل المربوط بالتسجيلات وبالنسبة للاعبين للهلال واخوك محمد المرتضى احنا بنقول له كل سنة وانت بألف خير بيعمل نفس العملية لكن للمريخ في ايامات حركة تسجيلات وتنقلات اللاعبين كيف انتم بتتعاملوا في البيت يعني طيب هنا ذكرت حاجة انا قاعد اضحك الاخ اللي بيعرف مرتضى كويس خالص مرة برضو كان فترة بتاعت انتقالات وجدة يعني انا ما قاعد ارجع البيت بدري العصر فجد داخل استغربت انه لقيت مرتضى وشايف في زول قاعد ف عينت له يعني من شكل عرفت انه لاعب وهو يا دوب التسجيلات بدت لما قربت سلمت كده اتذكرت انه ده لاعب كان بيلعب في افتكر حصحي عثمان زكي كانوا ملغبينه والشاكوش ايوه فقمت المهم سلمت ومشيت بهناك بعد 10 دقائق ولا ربع ساعة لقيت التلفون هناك بيضرب وبتاع كل ناس المريخ دي بيضرب انت كيف تودي الود البيت واخوك هناك وما عارف ذكر هذوك ده كان غدا ما تغدينا قاموا مرقوا الحاجة الثانية برضو بتذكر يعني فيها مقالب ظريفة جدا جدا دارين نمشي نسوق يدور يدور جلده ف مشيت بعربيتي حتكون ظاهره مرتضى كان عنده عربيه ومعروفه عند الناس يعني معروف انه ده عربيه مرتضى الناس بيعرفوها فسقنا العربيه انا ومعي اخونا الله يلا يطرب الخير يا اخي وبنعيد عليه واخونا امين ابو شريعه فاتفقنا انه نسوق عربيه مرتضى نمشي نسوق يدور و نطلع نمشي عشان ناديس وبعدك فعلا يدور جال بعد قفلة بتاعت 35 يوم جسجل لكن هو برضو في المقابل شغالين بيعملوا فينا مقالب ثقيله جدا طيب شنو المقالب اللي عملها فيك محمد والله ما بتذكرها كثير 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 لكن في الاخر هم كشباب موجود يعني قاعدين عندهم حركه يعني بيتحركوا شديد بعدين مزعجين كده حركتهم مزعجه بالنسبه لك نعم نعم مزعج بالنسبه لنا فلكن في الاخر يظل انه ان احنا في الهلال وهو في المريخ ما يعني يمكن ما قاعدين الا المناكفات العاديه اللي بتحصل بتتكلموا مع بعض ايام فتره التسجيلات لا والتنقلات لا يعني 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 ناس مرتضى كانوا ماسكين فيصل عجب ده من الالف للياء والله قدر ما بحثنا
كلمة واحدة ما مرقت نهائي لحد اليوم اللي تسجل فيه فيصل عجب. ومن الألف للياء مرتضى ده يمكن كان عنده دور كبير جدا في تسجيل فيصل عجب الوقت ذاك في 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 المريخ. فهو مجموعة مجموعة النهضة. نعم. أيوة. شباب النهضة. اليوم ده كان يعني كان يتولوا العملية بتاعت يعني كان هم حركتهم كبيرة جدا ونشيطين ومزعجين زي ما قال. مزعجين مزعجين مزعجين. بقيادة نادي المالك. ما حصل يعني أنتوا كنتوا دارين تسجلوا في الهلال لاعب بعد ذاك محمد المرتضى عرف بالخبر سجلوا قبليكم أو العكس؟ إحنا أي لاعب قلنا دارين نشيلنا. شفت القوه دي كيف مديتهم اصلا اي لاعب قلنا دارين ارتدي شعار الهلال قمنا شلنا يعني ما العجب ما طيب ما في العجب العجب كان العجب ده كمان كان فيه مشكله حاجه كبيره جدا ويمكن كان حاضر الله يرحمه الرئيس الطيع عبد الله يعني اعتبر انه كان حصلت فيها ملابسات انا بس ما ارجع للحاجه لان تفاصيله كثيره كده والدنيا عيد لكن يعني زي هم زي انتهزوا فرصه بتاعت انه الناس وسغت في حاجه معينه وكده وبعد ذاك التحيه ذاته للاعب ما خلاص يقدرون زي ما انت كنت عاوز العجب وما سجلتوا سجلوهم هم كانوا عاوزين هيثم وكانوا الاقرب لهيثم مصطفى بالمماثله وانا شاهد على الحكايه دي لكن قدرنا سجلنا والان هو موجود في الفرقه الحمراء يعني طيب نحن عندنا تقريبا 5 دقائق ودارين نلخص فيها كلامنا بالحديث عن بعض الشخصيات الرياضية كان كانت إدارية أو حتى لاعبين نبدأ بك سيد البلولة وفي كلمة تقول شنو عن البروف كمال شداد أستاذي الكبير الراحل والدين يا سيد هشام عليها رحمة الله يعجز اللسان عن الحديث عن والدين والله حقيقة أنا بقول له يعني عجز اللسان ربنا يرحمه ويحسن له لكن كان لاعب فز أبو القوانين محمد الشيخ مدني طبعا كان ممكن أقول برضو أستاذي هو فعلا أستاذي لكن محمد الشيخ عنده صفة أشمل هو الرياضي الشامل والاجتماعي الأول يعني عنده صفتين بيجمع بأنه كل مقومات العمل الإداري الرياضي عنده قوانين إدارة غير وهو معلم طبعا لكن بعد ده كله قبل ده كله هو رجل المجتمع فيرست كلاس استدي كلمة واحدة اللاعب هيثم مصطفى سيد هشام هيثم مصطفى لاعب كبير لا شك أقول أنا فلتة من فلتات هذا الزمان وأنا كهلالابي استمتعت به 17 سالتي هيثم قلت لك انت سالتي بلولة ولا سالتي نام لا خلاص لو قعدت لوج انا ما يا دكتور اتكلم انت دخلت طيب نسالك لا والله سكتت لا 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 يديك سؤال اللاعب احمد النور احمد النور الليلة الصباح الليلة الصباح ما سوى يعني تلقيت اتصال من اللاعب احمد النور هو مدرب طبعا مدرب الحراس في رابطه كوستي احمد النور والله لاعب مرح خالص مرح خالص يعني بكل ما تعب الكلمه من معنى يعني. سيد البلوله السيد صلاح احمد ادريس استاذ صلاح احمد ادريس اداري متميز يعيب نظريه الشموليه في الاداره اداري متميز خالص لكن يعيبه أنه هو داير يكون مركز القرار في كل شيء سيد هشام محمد المرتضى محمد أحمد ضحكت فيها كلام برضه ربنا يديه الصحة والعافية ويبلغ مقصده وفي نفس الوقت نقول له رك شوية لأنه أنت تعبتوا يعني طيب احنا سعدنا جدا بوجودكم معانا اليوم وكانت بطاقة معايدة لكل الأهلة ولكل القاعدة الرياضية متمثلة في شخصيكم معانا الموجودين في الاستوديو واحنا دايما بنحب دايما إهداءات العيد تكون مختلفة احنا سعدنا جدا بوجودكم معانا كتر خيرك سيد البلول ألف شكر لك أنا أشكرك جدا وسعيد جدا بمستوى إدارتك للحوار اللطيف ده ولما غريب على قناة الشروق شكرا. مميزة في كل طاقمة ونحن لي فرصة نشكر الجنود المجهولين وراء الزجاج من فنيين ومهندسين ومخرجين ومعدين
وسعيدين بك جدا وسعيدين بالشروق، وسعيد انا بهشام محمد احمد طولت منه جدا يعني. كتر خيركم، شكرا سيد هشام. شكرا لك استاذه اسراء، وشكرا للمدرسه كريم كرم اكرر كرم الاخ البلولة، لكن حقيقه شكرا لكل الطاغم الموجود. كان لي الشرف ان انا اكون مع الاستاذ، مع استاذي محمد احمد البلولة. نعم. وكفى كتر خيرك يا حبيبي. وان كان لي رساله او معينه او الحقيقه التهنئه لكل الشعب السوداني بمناسبه العيد، وتهنئة خاصة لجمهور الهلال الوفي الما زال والسيظل يعني وفي وسند للهلال. نحن نشكركم مرة ثانية وكثر ألف خيركم، وسعدنا جدا بوجودكم معنا في أيام العيد السعيد. إحنا بنهديكم ونهدي كل القاعدة الرياضية العريضة فنان إفريقيا الأول الراحل محمد وردي في واحدة من أجمل الهلالابي الكبير أغنيات، وهو أيضا هلالابي عشان كده هديناه. أيوة أيوة، شكرا لكم. شكرا يا إسراء. Thank you.